حياكم الله أحبائي الكرام، تحية طيبة، مرحبا بكم في شقة للكراء بحي الإزدهار قرب مدرسة مؤسسة نور الخليل. احنا طالعين نصوروا بارتما كبيرة، شقة كبيرة للكراء. شقة بحي الازدهار قرب نور الخليل، مؤسسة نور الخليل. شقة كبيرة ما شاء الله. هذا صالون كبير، المساحة ديال هذه الشقة 95 متر، فيها صالون كبير وثلاث غرف. فينيسيون ممتازة، إطلالة جميلة، هاد البارتمان مجهزة بأحسن تجهيزات في السانيتير، صباغة ممتازة بغيو. الناس اللي كيقلبوا على الكرا فصعيب باش يلقاو، صعيب باش يلقاو يعني شقة كبيرة بهذا الحجم اللي هي 95 متر، فيها صالون وثلاثة الغرف وجوج حمامات. هذا حمام طواليت، كما كتشوفوا لاكليم بيبان ما شاء الله رائعين. هذه الغرفة الأولى كنوريو لكم دابا، شقة مشمسة تبارك الله، هذه الغرفة الثانية، لا إطلالة لا زنقة أو شارع صغير، هذا الشارع، هذه الشمس، هذو البلاكارات كوليس، هذا الحمام الثاني، حمام دوش، هذه الغرفة الثالثة، الغرفة الرئيسية، هذا البالكون، هذا الشارع، هذا الشارع كبير، غرفة كما قلت لكم فيها بالكون وبلاكارات. وندوزو نشوفو كوزينة، كويزين إيكيبي كما كتشوفو، مطبخ مجهز،
هاد الشقة كتكرا ب4500 درهم، و مطبخ وبالكون فيها ثلاثة غرف وصالون كما قلت لكم، و وجوج حمامات. لمزيد من المعلومات عليكم الى الاتصال بالسيرة عبد الله 0671 0838 45. هذه الإطلالة على الشارع. هذا الرخام هذا فكما كتشوفوا الشقة كلها مصوبة بالرخام، كلها رخام ما شاء الله. حنا كنتواجدوا بالباركينغ، هذا باركينغ السيارات. اي واحد كيكري هاد البارتمان الا وعنده حقه في الباركينغ. طلعوا بحال من هنا؟ طلعة سهلة ماهلة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.